بقول لك ايه يا هشام؟ قولي يا حبيبي. هو انت عملت ايه في موضوع الاير فراير اللي قلت لك عليه؟ يا دي النكد اللي على المسا. في ايه؟ هو اي صرف يامه؟ اير فراير ايه وبتاع ايه ده وقته؟ يا حبيبي هو انت مش كنت وعدني ان انت هتجيبها لي؟ ايوه كنت وعدك اما يبقى فيه فلوس زياده. واديك شايفه يا رنا، وبعدين ده على يعني المطبخ اللي جوه ده مليان طاسات وحلل على تمة عينه، ايه الفرق يعني؟ يا حبيبي هيفرق طبعا، هيفرق ان الاكل هيبقى هيلثي اكتر وهيحافظ على صحتنا وصحه حمزه، بدل ما الولد حرام كده ليل نهار عمال بياكل في حاجات مقليه من بره. اسم الله، وانت جايه بعد 10 سنين تكتشف ان الاكل بناكله مش هيلثي؟ ما الواد حمزه ما شاء الله عايش معانا وزي الفل اهو. هو انا بقول لك ادفع ثمنها؟ انا بقول لك يعني سلفني ثمنها لغايه ما اقبض. اسلفك؟ اللي انا هسلفهولك بقى ده ايه؟ مش فلوس ولا ورق جرايد؟ وبعدين اصلا مين قال لك ان انا هسمح لك لما تقبضي انك تشتريها؟ حضرتك اول ما تمسكي فلوس مرتبك كده هتجيبي فلوسك على فلوسي عشان نظبط مصروف البيت. لا انسى بقى اللي انت بتقوله ده عشان مش هيحصل يا هشام. هنشوف. اصحاب المطعم. معلش يا نو حبيبتي مضايقينك، انا عارف ان انت مالكيش في الكوره. لا يا عسعس براحتك يا حبيبي، ما انت ياما عملت حاجات مش على مزاجك عشان ترضيني. طب بما انك مالكيش في الكوره ما تعمل لنا سندوتشين كده عشان ما نهبطش واحنا بنتفرج على الماتش. بما انك مالكيش في الكوره بتفهميش فيها، ما تقومي تفتح لنا الباب. بما انك ما وردتش على تربيه ممكن تسيب امك وتقوم تفتح انت الباب؟ بما اني مهزق وسطيكوا مضطر اسمع كلامك او ما افتح الباب. مساء الخير. اهلا يا نور. ازيك يا رنا؟ ايه يا رنا اللي جابك دلوقتي يا حبيبتي؟ خير؟ انا جاي اقول لكم ان انا خلاص ما بقتش طايقه العيشه مع هشام. يا اختي الموال بتاع كل مره. عمو هو مش حضرتك قلت لي زمان لو حصل مشكله بينك وبين هشام اجي اقول لك الاول قبل ما اغلط في اي حاجه؟ كنت اغبى كلمه قلتها في حياتي. خير يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، من ساعه ما نزلت الشغل وهشام طريقته بقت غريبه قوي، على طول ما حسسني ان انا مقصره، محسسني ان الشغل بقى واخد كل وقتي، بقى بيتعمد ان هو يوسخ الشقه. يا جماعه اي اكل بقيت بعمله بقى وحش، اي حاجه بقيت بطلبها منه ما بقاش يجيبها. الحمد لله يا ربي. هو ده بقى الموضوع الخطير اللي انت عايزاه؟ بص يا رنا، الراجل من هنا لما يبقى متعود ان مراته قاعده في البيت وما بتشتغلش ومدياله كل وقتها، لما بتنزل شغل بقى بيحس انه جات له ضر في البيت. الست الناصحه اللي ما تحسسش جوزها ان شغلها اثر على اهتمامها بيه. فاهماني يا حبيبتي؟ ازاي يا عم؟ هو طول الوقت قصد ان هو يستفزني ويضايقني، انا برجع من الشغل الاقيه طالب اكل من بره ويقول لي ما انت حضرتك اتاخرتي على الاكل، لازم يحسسني بالتقصير. ده بيطلع كل يوم على الكنبه ياكل على الكنبه. يا دي ام الكنبه اللي تعباكي في عيشتي. هو الكنبه دي ايه، من بيت ورثك يعني؟ ولا انت ورثاها عن المرحوم ابوكي؟ ولا هي ام مش كاتبها في القايمه لا سمح الله؟ ولا انا مش فاهم، دي بتخاف على الكنبه اكتر من حمزه. بس ولا بص حبيبتي، انا معاكي في كل اللي بتقوليه ده، بس حلو ايه بقى انك تقعدي مع هشام تتكلمي معاه وتفهميه. والله عملت كده واتكلمت، مفيش فايده، طريقته وحشه، مش عارفه اوصل معاه الحل. لا جريه رنا، ما تسمعي كلام عمك. مش هينفع يا طنط تصدقيني، انا تعبت خلاص. اقول لك على فكره تانية، اعملي انك مش واخده بالك، كانه ما بيعملش اي حاجه، شويه شويه هيزهق ويبطل اللي بيعمله ده. ما هو ده هيجي على هواه بقى. طب بس لقيت لك حل هيريحك ويريحك. ايه بقى؟ ارفعي عليه قضيه خلع. انا ممكن اعرف باي حق عملت اللي انت عملته امبارح ده؟ طيب ممكن تهدي من فضلك عشان اعرف اشرح لك؟ رد على سؤالي وما تقوليش اهدي. انا كنت بحاول ان انا احل لك مشكله. لا كنت بتحاول تحل لنفسك مشكله مش ليا. ده على اساس ان انت متاكد ان انا بحبك وما عندناش مشكله غير الحاج ناصر؟ لا فعلا انا كنت عايز اصلح بينك وبين الحاج ناصر. كده من غير ما تسالني، من غير ما ترجع لي، من غير ما تاخد رايي، بتروح تتصرف من نفسك؟ خلاص المره الجايه هبقى اعرفك الاول. لا هو مفيش مره جايه، خلاص يا خالد خلصت كده. يعني ايه مش فاهم؟ يعني كان في اتنين صحابه وافترقوا. ده انا؟ الكلام ده ليه انا يا فيروز؟ اه يا خالد الكلام ده ليك انت، ولو اي حد تاني هيبقى سبب ان انا ابعد عن بنتي هقول له نفس الكلام وهيبقى عندي نفس رده الفعل. مع السلامه يا خالد.